انا قلت لكم عليه اسعاره بتبتدي من 500 ل 600 جنيه. بصوا ما شاء الله فستان مفيش بعد كده، جميل جدا، حلو قوي الفستان ده. الوانه برضو موجوده لو احنا حابين الوان خطوبه اصلا. بصوا ما شاء الله، بصوا تشكيل الفستان جميل جدا، حلو قوي الفستان ده. موديل 2021 يا جماعه، دي موديلات جديده ان شاء الله مش هتلاقوها غير هنا في محل مدام زيزي، ومعاها فستان تحفه برضو اهو ما شاء الله. الاسعار زي ما قلت لكم في اول الفيديو، اسعارهم مفاجاه للمتابعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. جوله جديده بقى زي ما طلبتوا مني عن السواريهات، كلها موديل 2021، اسعارها تحفه بصراحه. العنوان ورقم التليفون هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه، للي حابب يتواصل بصاحب المحل ومصنع، يعني مش شرط محل بس، لا ده محل ومصنع وكمان بيدي تفصيل لو حد حابب موديل معين او فستان معين عايزه كميه معينه. المحلات اللي بتاخد كميات للسواريهات هنا متوفر جميع انواع الفساتين زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله المحل فيه كميه كبيره. الاسعار بقى بتبتدي من 300 جنيه الفساتين للسواري الاطفال، موجود برضو اطفال هصورها لكم، وموجود كمان سواريهات كبيره زي ما انتم شايفين كده كلها دلع ما شاء الله. الاسعار بتبتدي من 500 و700 وكمان في 600 جنيه، يعني اسعار رخيصه جدا جدا، موديلات ما شاء الله جميله. هنبتدي الجوله بتاعتنا، احنا موجودين النهارده في المنصوره شارع سكه جديده، محل ومصنع سواري موجود في شارع سكه جديده، ومعروف جدا جدا بالاسعار بتاعته والموديلات بتاعته انها كلها جديده ما شاء الله. عاملين عروض كمان وخصومات خاصه جدا لمتابعين قناه منال جوده، اي حد هيجي من متابعين قناه منال جوده هيبقى ليه خصم خاص وسيل خاص للمتابعين. تابعوا معايا بقى الفيديو للنهايه علشان نوريكم الموديلات وكمان العروض اللي معموله. لايك وشير بقى للفيديو، يلا بينا نبتدي الجوله بتاعتنا. بصوا يا جماعه، هيبقى معانا استاذ ابو احمد ومدام زيزي المسؤولين هنا في مصنع ومحل سواري. هنبتدي بقى باول موديل معانا، ده الموديل ده جميل جدا ما شاء الله. بصوا فستان شكله تحفه، في منه الوان صح؟ اه انا ملاحظه ان في منه اللون الكحلي واللون النبيتي. بصوا ما شاء الله الفستان، اسعارهم يا جماعه تحفه، عاملين عروض وخصومات خاصه لمتابعين قناه منال جوده. تمام، في اللون الفضي كمان، وده اللون الفضي منه. الموديل موجود بالوانه وبمقاساته كلها، والاسود بتاع استنى هنجيلك يا زيزو. بصوا ما شاء الله جميل جدا. ده بالنسبه للموديل ده، ده الموديل ده اهو. بصوا يا مدام زيزي معاها فستان تحفه برضو اهو ما شاء الله. الاسعار زي ما قلت لكم في اول الفيديو، اسعارهم مفاجاه للمتابعين، احدث تشكيله من الفساتين السواري. في حاجه تول زي ده، ده فستان تول. بصوا ما شاء الله جميل جدا، في منه الالوان بتاعته برضو موجوده، الوانه كلها برضو موجوده. وعلى فكره يا جماعه، اللي حابب ياخد كميه، اللي حابب ياخد من الموديل الالوان بتاعته كلها، متوفر هنا في المصنع، هنا مصنع ومحل سواري شارع سكه جديده. رقم التليفون هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه، للي حابب يتواصل او يستفسر عن اي موديل من الموديلات اللي موجوده قدامه. بص الموديل ده الرصاصي، وفي منه الكشميري وفي منه اللبني ما شاء الله. الموديل موجود بالوانه، بصوا ده الموديل ده برضو موجود اهو، ده بكم حاجه دور المحجبات، ده فستان للمحجبات بقى. بصوا جميل جدا، حلو قوي برضو ما شاء الله. اللي بيخش يشتري من عندنا من هنا لازم يشتري، مش هنمشيه من غير ما يشتري. بصوا يا جماعه، لانه فعلا التشكيله هتعجبكم، التشكيل اللي موجود في المحل هنا مش هتلاقوه بره بجد. بصوا ما شاء الله الفساتين تحفه، كلها موديلات جديده. في برضو الموديل ده اهو ما شاء الله، الموديل ده تحفه، موجود امهات، موجود اطفال، موجود عرايس، موجود سواريهات للبنات ما شاء الله، تشكيله كبيره. بصوا دي للاطفال بقى، فستان اطفال اهو ما شاء الله تحفه، جميل جدا. اسعار الاطفال يا جماعه بتبتدي من 300 جنيه للفستان. تمام، في الابيض وفي الالوان، في برضه الوان. بصوا التشكيل اللي موجود اهو، ده الابيض، وفي كبير وفي صغير، وفي ستانات كمان، في فستان ستان اطفال اهو
تمام ما شاء الله حلو قوي برضو. اسعار الستان زي الابيض برضو؟ لا وكل حاجه بسعرها، يعني في من 250 الاطفال وانت طالعه، في من 250 تبتدي. بصوا برضو الموديل ده، الموديل الجميل الموديل ما شاء الله موجود على الاستاند، الالوان بتاعته كلها موجوده على الاستاند ما شاء الله. كده كل ده امهات، دي تشكيله للامهات السواريه الامهات. بصوا تشكيله جامده جدا اهي لام العروسه، بصوا ما شاء الله. زي ما طلبتوا مننا يا جماعه جوله للسواريهات، احسن محل موجود في شارع سكه جديده. تمام، موجود تفصيل كمان، لو حابه تاخد موديل معين تفصيل برضو متوفر هنا ما شاء الله. لا تشكيله جميله جدا، عراقه 30 سنه، خلي بالك عراقة 30 سنة. هو فاتح يا جماعة هنا السواري ده في السكة جديدة من 30 سنة، 30 سنة ما شاء الله. الموديلات كلها جديدة، موديل 2021. هنا برضو تشكيل الأطفال اللي هي المقاسات المحيرة، ده حلو قوي المقاسات المحيرة. بصوا جميل جدا الشغل، اللي جايب جيبة قصيرة وجايب الجيبة جميلة جدا. دي برضو دي تشكيلة من الأطفال، أي في فساتين كتيرة أطفال. في حاجه زي كده السن المحير برضو، جيل المحير. بصوا ما شاء الله الديل اهو، برضو الديل بتاعه. بصوا دي القصه بتاعت الديل، ومن قدام ده شكله من قدام اهو، جميل جدا. دي مقاسات محيره يا جماعه. تمام، في برضو هنا تشكيله تانية اهي، بصوا ما شاء الله في ستان اهو، ده وهي الستاند عادي. بصوا ده ستان، هنا ده برضو ما شاء الله تشكيله حلوه، والالوان كلها موجوده. اي موديل هنا هيعجبكم، اللون بتاعه موجود، مقاسه كله موجود. تمام، ده بصوا الفستان ده تحفه بصراحه، جميل جدا. في ده كمان، ده حلو قوي برضو ما شاء الله. بصوا جميل جدا الفستان ده، طبعا في اللبس بيبقى حاجه تانية. بصوا ده ما شاء الله، لا تحفه، جميل قوي، جميل قوي الفستان ده. الاسعار يا جماعه هنا في اللوكسيات كلها حاجات موديل 2021 من 1400 1500 1600، يعني ان شاء الله الاسعار هتعجبكم جميع الاسعار. يعني انت لو جيتي هنا هتلاقي الموديل اللي انت عايزاه، المقاس اللي انت عايزاه، اللون كمان، وكمان هيعملوا لك خصومات وخاص خاصه لمتابعين القناه على فكره. وفي تفصيل، في تفصيل اي موديل انت عايزاه، او مثلا لو معاكي موديل معين حابه ان هو يتفصل، هتفصل لك الموديل اللي انت عايزاه باسعار خاصه جدا وتخفيض ان شاء الله، مش هتلاقوه غير هنا في محلات ومصنع سواري. زي ما انتم شايفين كده، بصوا ما شاء الله تشكيل كبير جدا ما شاء الله، تشكيل حلو قوي. بصوا ده بقى، ده جميل جدا برده، ده حلو قوي. بصوا القصه بتاعته جميله، شكله تحفه، جميل قوي. كله بالتيكت يا جماعه، كلها ما شاء الله الموديلات كلها 2021 موديلات جديده. بصوا ده برضو، ده محير برضو صح؟ ده محير، ده محير. هنا المقاسات المحيره موجوده، في قسم خاص للمقاسات المحيره، والقسم للاطفال، قسم للعرايس، وكمان قسم للامهات. هو ده زي اللي انت وريتوني الاولاني، ده اللون التاني منه. تمام، ده اللون التاني. في هنا موديل تاني اهو ما شاء الله. لا بجد عندكم تشكيله حلوه قوي. في على فكره قسم بقى فوق تاني، الاسعار بتاعته تحفه وهتعجبكم جدا. اسعاره بتبتدي من 500 600، وكمان بصوا في بلوزات كمان اهي قصيره من قدام طويله، دي قصيره من قدام وطويله من ورا، شكلها ألوانها بقى. ألوانها كلها موجودة برضو هنا من المصنع، متوفر منها كميات. أيوة. طب لو في أستاذ رضا حد حابب ياخد كميات هيبقى له أسعار خاصة طبعا. طبعا تمام، للمحلات يا جماعة، الناس اللي هتاخد كميات محلات الجملة إن شاء الله هتيجوا هنا، هيبقى في أسعار خاصة خالص غير اللي احنا قلناها كمان في الفيديو. هنطلع بقى فوق نشوف الموديلات اللي أنا قلت لكم عليها، هتعجبكم برضو جدا يا جماعه. هنا القسم بقى اللي انا قلت لكم عليه اسعاره بتبتدي من 500 600 جنيه. بصوا ما شاء الله فستان مفيش بعد كده، جميل جدا، حلو قوي الفستان ده.
الوانه برضو موجوده، لو احنا حابين الوان، حابين مقاسات معينه، متوفر هنا في المقاسات والالوان كلها في المصنع زي ما قلت لكم. بصوا بقى الفستان ده ما شاء الله تحفه، هيوريه لنا. مش قادر اشيله. جميل جدا، هو فستان تحفه وفستان خطوبه اصلا. بصوا ما شاء الله، بصوا تشكيل الفستان جميل جدا، حلو قوي الفستان ده. موديل 2021 يا جماعه، دي موديلات جديده ان شاء الله مش هتلاقوها غير هنا في محل ومصنع صوري شارع السكه الجديده. رقم التليفون على الشاشه اللي هيحب يتواصل ويستفسر عن اي موديل من الموديلات دي. بصوا ده برده حلو قوي. الاسعار الفساتين دي يا جماعه من 500 ل 700 جنيه، تمام، من 500 ل 700 جنيه. الفستان ده اسمه نجوى كرم، فستان نجوى كرم. ماشي، فعلا هي كانت لابسه حاجه زي كده عشان كده اتسمى باسمها، هو نجوى كرم. انا برضو هوريكم برضو ده كان بيتباع بكام، واحنا دلوقتي نسبه الخصم اللي احنا عاملينها وصلت لحد ايه. تمام، يعني مثلا بصوا يا جماعه الفستان ده كان بيتباع بكده، ب 6000 جنيه. ب 6000 جنيه الفستان ده كان ب 6000 جنيه. ماشي تمام، وفعلا كان بيجيب وفعلا وكلام من ده، بس عشان الحاله الاقتصاديه بتاعت البلد برضو واللي احنا فيه دلوقتي فبرضو الاسعار نازله جامد جامد جامد. تمام، هو عامل كمان خصومات وسيل على كل الفساتين الموجوده هنا في الاتيليه. عندي كميات متوفر منه كميات والوانه كلها برضو. هنا برضو الفستان ده تحفه، بصوا ما شاء الله ده محجبات برضو، فستان للمحجبات ما شاء الله تحفه. لا بجد يا استاذ احمد، استاذ رضا هنا في تشكيل كبير جدا غير المحلات اللي احنا شفناها بره. جميل جدا ان شاء الله طلع معانا كده. بصوا ما شاء الله ده برده تحفه، ده حاجه برده بسيطه كده سيمبل، بدل من ورا طويل قصير من قدام وطويل من ورا، حاجه اسود برده منه، في منه الاسمر اهو، ظهر زي السدر بتاعه. جميل جدا، ده الظهر بتاعه وده الوش بتاع السدر بتاعه. تمام، ده برده حلو قوي، فساتين للمحجبات اهي. تمام، اللي حابب يفصل اي موديل متوفر هنا تفصيل في المصنع. تمام، حلو قوي ده برضو، كل الموديلات دي متوفر منها كميات والوان ومقاسات، يعني اللي حابب ياخد كميه ان شاء الله هتلاقوه متوفر هنا. بص الموديل ده جيب كده من جوه ومفتوح من قدام، حلو قوي الموديل ده. تمام، في من الاسمر ده برضو حلو قوي. بصوا ده امهات بقى، تمام، ده الموديل اللي احنا شفناه قدام. تمام، هنا برضو في تشكيله تانية اهي، دي القطيفه دي امهات، مقاسات كبيره، دي مقاسات خاصه بقى للامهات، برضو حلو قوي. هنا برضو الفستان ده جميل جدا اهو. هي موجودة بقى، لو في حد حابب ياخد منها ان شاء الله موجودة في العرض، في صيفي في صيفي وشتوي. الاتيليه هنا زي ما قلت لكم هو مصنع تفصيل وبيع وشراء ما شاء الله، مفيش بعد كده. الموديلات كلها جديدة ما شاء الله، كلها موديلات مش متكررة في الاسواق، يعني انا شفت اتيليهات بره مفيش موديل من تالي هنا موجود في الاتيليه بره، كلها موديلات جديدة مش متكررة. هنا برضو تشكيل اطفال هنا حلو قوي، بصوا ما شاء الله حلو قوي الفستان ده، اطفال اهو، في ستانات برضو ورا. تمام، في هنا برضو تشكيله تانية اهي. لا الاطفال ما تقلقيش، اي كميه على فكره الاطفال في كميه كبيره، ده جزء هنا وفي قسم تاني تحت. في انا عندي بالمخزن شغل كتير جدا، تعال. تمام، في المصنع وفي المخزن ما شاء الله كميات، اللي هيعوز اي موديل اي مقاس اي فستان حابين تفصلوه في تفصيل وفي كميات لتجار الجمله والمحلات والاتيليهات. استاذ رضا هيبقى موجود معاكم هنا في مصنع ومحل سوري، رقم التليفون على الشاشه للي هيحب يتواصل. اي حد هيجي من متابعين القناه يا استاذ رضا ان شاء الله هيبقى له خصم خاص زي ما اتفقنا. طبعا اي حد هيجي من المتابعين هيبقى فيه خصم خاص للمتابعين زي ما شفتوا كده. تمام، دي كانت جولتي النهارده، يا رب تعجبكم، لايك وشير للفيديو بتاعنا، تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان نتابع مع استاذ رضا كل جديد ان شاء الله في الاتيليه. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.